كفاءة الأعضاء، كيف تحسن أداء الأعضاء؟ يعني لما تبقى عايش في الدنيا تتمتع بأعضائك. إيه الأعضاء اللي عايزين نتكلم عليها النهاردة؟ عايزين نتكلم عن المخ، عن القلب، عن الرئة، عن العضلات، وعن الجنس. إزاي تقوي هذه الأشياء وتحسب منها عمرك؟ يعني إيه تحسب منها عمرك؟ يعني عندنا دلوقتي في حسابات القلب مثلا، يا ترى قلب الأطفال لما نيجي نعمل إيكو إجكشن فريكشن بتاع الأطفال كام؟ بتاع الشباب كام؟ بتاع الرجالة كام؟ بتاع العواجيز كام؟ طب أنا لو جيت قست الإجكشن فراكشن بتاعي أو قوة عضلة القلب وأنا في الستين لقيتها مثلا 75% قد الشباب اللي في العشرين في المية، إذن أنا راجل في الستين بس قلبي في العشرين، والعكس تماما. ممكن واحد في العشرين أو في الثلاثين بيدخن والأوعية مسدودة والعضلات تعبانة، وتيجي تعمل له اختبار عضلة القلب تلاقي الإجكشن فراكشن أو قوة القلب ضعيفة جدا، وبالتالي هو في العشرين أو الثلاثين وعمره 60 سنة. اذا مهم جدا جدا انت بعرف النهارده ازاي تبقى تحسب كفاءه الاعضاء. واحد يقول لي اطاله العمر يعني انا كده هتدخل في عمر الله؟ لا، مش بتدخل في عمر الله، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. احنا بنتكلم على كفاءه الاعضاء، ازاي تبقى عضلاتي قويه، ازاي يبقى قلبي قوي، ازاي يبقى ذكائي قوي، ازاي يبقى عضلاتي فيها مرونه، ازاي اقدر اركع واسجد، ازاي اقدر امشي. خلاص، عايز اقول لك ايه الحاجات اللي بتحسن اداء الاعضاء وتبقى نصايح جميله ليك. تعالوا نشوف الافلام اللي معانا النهارده بتقول ايه. اول حاجه بتقول قوه الذكاء. طبعا قوه الذكاء يا جماعه احنا بنقيسها بحاجه اسمها الاي كيو او الانتليجنت كوفيشن، وقوه الذكاء دي المفروض هنشوف عليها افلام دلوقتي، انه البني ادمين لهم مستويات ذكاء، في مستويات ذكاء اقل من 80% ومستوى الذكاء اللي اقل من 80% ده ما بيتعلمش. يعني اهو بص كده السكور اللي معانا ده الاي كيو تيست سكور، اللي هو قياس مستوى الذكاء. قياس مستوى الذكاء اقل من 85% ده بيعتبر ناس اللي هو اقل في الانتليجنس او كذا، اقل من 70% تقريبا منتال ريتاردد وما بيتعلمش. طيب اغلب الناس اللي عايش على وش الدنيا بيبقى متوسطي الذكاء، يعني ذكاء من 85% لغايه 100-115%، دول كده اغلب البشريه 68-70% من البشر. يعني نقول ايه، تلتين البشر ذكاء متوسط، وفي منهم التلت الباقي نص التلت دول يعني اقل ذكاء، والنص الثاني اللي هو اعلى من 120-130-140 اللي هو نسبه ذكاء عاليه، اللي هم الناس النوابغ او اللي هم الهاي انتليجنس او اللي عندهم ذكاء عالي، ودول طبعا نوابغ وهبه من ربنا سبحانه وتعالى. لكن اغلب الناس بتعيش في المستوى لغايه 100-115%. دون اختبار الذكاء بيتم فين وازاي؟ اولا بيتم في معاهد اسمها معاهد السمع والكلام، معاهد السمع والايه والكلام. ليه؟ لانه اغلب الاولاد اللي ما بتسمعش ما بتفهمش كويس، عندها مشكله في السمع فما بتفهمش المدرسه، فبيودوه على طول معاهد السمع والكلام. هو ما بيفهمش عنده مشكله في السمع ولا عنده مشكله في الذكاء في المخ نفسه. فعشان كده بقول انه اي ولد او بنت ما بيستوعبش ما بيذاكرش ما بيفهمش نطلع بيه على معاهد السمع والكلام او عيادات السمع والكلام عشان نشوف المشكله فيه. بعد قوه الذكاء عندنا قوه القلب. قوه القلب يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى جعل القلوب بتاعتنا تنقبض وتنبسط. تنقبض وتنبسط دي قوه. القوه دي بنقيسها بجهاز اسمه الايكو. بس خلي بالك وانا بقيس بالايكو، عندنا افلام عن الايكو، وانا بقيس قوة عضلة القلب الايكو اعرف بس ان القلب مش بس عضلة، لا ده القلب هرمونات، ده القلب هرمونات الغدة مثلا بتأثر على القلب، الزعل بيأثر على القلب، الانيميا ممكن القلب سليم بس مش واصل له دم، السكر عالي او واطي بيبهدل القلب، الدهون بتسد الاوعية، المواد السامة لو حد عنده كرونيك انفيريال او عنده فشل كلوي فعنده مواد سامة، المواد السامة بتضايق الاوعية. وممكن واحد يروح للدكتور عندي أزمة عندي ذبحة، وبعدين يقول له اعمل لي وظائف كلى يطلع المشكلة في الكلى مش في القلب. إذن المواد السامة والهرمونات والأنيميا والسكر والسموم والأدوية والحمى والعدوى، وعندنا مشاكل كتير بتأثر على القلب. سرع كده الجهاز اللي معانا، أدي مثلا القلب بتاعي. القلب بتاعي دون عايز أعرف منه الهارت إيج، يعني عايز أعرف عمر قلبي قد إيه، عمر قلبي قد إيه، عمر قلبي قد إيه، أكبر ولا أقل؟ يا ترى أنا قلبي ده بيساوي سني
انا عندي 60 سنه، قلب ده قلب 60 سنه ولا اعلى ولا اقل؟ لازم نقيسه مع الضغط ومع الاوبيزيتي ومع السمن ومع الستريس ليفل ومع السكر ومع الانكتيف لايف ستايل ومع التدخين ومع، شايف دول كلهم بارامترز، كل البرامج العوامل دي بتتحط عليها درجات، وبعدين الدكتور يقول لك اهي اهي بص اهو، يدي لك بقى يور هارت ايج كام، هل انت عندك 60 سنه ولا عندك 30 سنه من الحسابات اللي قلتها دي. خلاص يبقى انا عشان احسب قوه القلب اهو بيديني الريسك فاكتورز، هاي ريسك ولا اقل ريسك، وانت عمرك قد ايه بالظبط. ده موجود دلوقتي زي ما بقول، انا بقيس قوه عضله القلب او عمر عضله القلب، بقيسه ازاي؟ بقيسه بيدخن ولا لا، بياخد مخدرات، عنده غدة ولا لا، في هرمونات منع حمل، عنده أنيميا ولا لا، عنده سكر ولا لا، السكر المنخفض قال عن الدهون في الدم قد ايه، عنده أملاح ولا لا، عنده بيمارس رياضة ولا لا، كل دون بيعمل ايه، كل دون بيقيس لي قوة عضلة القلب. خلاص ده مقياس عالمي. ايه تاني عندي؟ عندي قوة التنفس. في جهاز بيقيس قوة التنفس يا جماعة ازاي؟ احنا اول حاجة قلنا ايه، قياس قوة الذكاء، نمرة 2 قياس قوة عضلة القلب، وفي 19 حاجات بيتحكموا فيها. نمرة 3 التنفس. التنفس يا جماعة عبارة عن ايه؟ شهيق وزفير. بس ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الشهيق والزفير ده مستويات. يعني ايه؟ يعني في شهيق وزفير عادي كده، ده بيسموه تايدال فوليوم. تايدال فوليوم ده 500 مللي. بنقيسه بايه؟ بحاجة اسمها سبايروميتر او جهاز قياس الهواء الداخل والخارج من الرئة. طيب هل الرئه ما فيهاش غير ال 500 مللي داخلين تخرجين تايدال فوليوم؟ لا، ده فيها حاجه اسمها الفورسد اكسبيراتوري فوليوم اللي هو ايه، جامد. قول لي بقى هتطلع كام؟ لغايه 4000 مللي، اوريكم السكيل دلوقتي. وبعدين يبقى انا عندي 4000 ونص، وفي ريزيديوال فوليوم كمان ما بتقدرش تطلعه 1200 مللي، يعني كفاءه الرئه حوالي 5700 مللي. 5700 مللي، 5 لتر هواء، احنا ما بنلعبش غير في 500 يعني نص لتر، والباقي كله مخزون اهو. ادي جهاز بتحط ماوس بيس على بقك وتنفخ، ولما تنفخ السكيل يطلع انت تقدر تنفخ قد ايه. طب هل ده بيتاثر؟ اه يا بيه، اللي بيدخن ما عندوش مش قادر يطلع. وبعدين المقياس ده مهم جدا يا جماعه عشان الرياضيين، حد داخل مثلا رياضه، حد داخل العاب قوه، حد داخل سباحه تجديف، لازم نعمله سبايروميتر، هو يا ترى يقدر عنده نفس طويل ولا لا؟ زي الجماعه المقرئين بتوع القران، هل يا ترى نفسه طويل يجيب الايه ولا نفسه قصير مش عارف يتكلم؟ فالمهم قوي في قوه التنفس دي وجهاز السبايروميتر. يبقى احنا قسنا ثلاثه، قسنا قوه الذكاء اي كيو، قوه ذكاء المخ، وقسنا قوه عضله القلب بالايكو وب 10 بارامتر، وقسنا قوه التنفس بالسبايروميتر. وطبعا لازم اقول لكم ان التنفس مرتبط بالقلب. يعني ايه التنفس مرتبط بالقلب؟ يعني كل حركه تنفس شهيق وزفير قدامها 4 ضربات قلب. تاني، كل حركه تنفس شهيق وزفير قدامها 4 ضربات قلب. يبقى انا لو عندي 15 16 من 12 ل 16 ضربات قلب، قول 15 اضربها في 4 يبقى عندي 60 ضربه قلب. طيب كل ما تزود التنفس واحده شهيق وزفير هتزود له 4 قلب. خلاص؟ طب لو انا عندي بقى حمى ولا حاجه وعندي تاكيبنيا، طب انت زودت التنفس، لو زودت التنفس 4 هتزود القلب كام؟ 16. لو زودت التنفس 5 زياده عن النورمال يبقى هتزود القلب كام؟ 20. شفت بقى؟ ارتفاع درجه الحراره، الحمى درجه واحده تزود التنفس 4 وتزود القلب 16 ضرب. خلي بالك من الحسابات دي لان ده علم، وزي ما بقول لك ان حد سخن وعمال يتنفس بسرعه فاكيد ايه ده. طب هل انا بتنفس بسرعه في الحمى بس ولا لما اجري واعمل رياضه؟ اجري واعمل رياضه. يبقى انا كل ما يزيد التنفس كل ما تزيد ضربات القلب. دايما الكارديو بالمونار يونت بيشتغلوا، القلب والرئه بيشتغلوا كوحده واحده. كلام كويس؟ طيب انا دلوقتي عاوز اقوي القلب واقوي التنفس، هقول لك بقى الافلام الجاية.